اتصلوا فيني الهلال الأحمر القطري وقالوا لي إن في رحلة إغاثة للشمال السوري، وإذا أنا حابة إني أنا أروح أو لا. وعلى طول يعني حبيت إني أنا ألبي النداء. في البداية كانت الرحلة شوية طويلة وصعبة، انتقلنا من الطائرة إلى غازي عنتاب، ومن غازي عنتاب أخذنا الباص ووصلنا للحدود التركية السورية باب الهوى، ومن باب الهوى دخلنا على سوريا. الدافع اللي خلاني ألبي النداء وأجي على سوريا كانت منظر الصور اللي كانت توصلنا والفيديوهات واستنجاد النساء والأطفال والشيوخ والناس اللي انهدت بيوتها والاحتياجات والبرد، فكانت كثير مشاهد مؤلمة وحبيت أني أنا أجي وأساعد. الصعوبات والتحديات ما كانت كثيرة، كون أني أنا يعني المرأة الوحيدة في الفريق كانت شوية بالنسبة لي محرجة في البداية، بس بعدين الحمد لله كان في بنات معاي من المتطوعات للهلال الأحمر القطري في سوريا، وكنا يعني كنا مشكلين فريق الحمد لله. أكثر المشاهد المؤلمة والقصص اللي سمعتها كانت من النساء اللي موجودين في المخيمات، خاصة اللي ما عمرهم تعودوا أنهم يقعدون في المخيمات. في كانوا نساء حوامل ومفروض أنها تولد في هالشهر، كان في أطفال مرضوا، كان في أطفال كمان يعني فقدوا أهاليهم بالكامل وعايشين في مخيم عند مثلا جدته أو عمته أو من هذا القبيل. غير المشاهد المؤلمة اللي شفناها أصلا في المستشفى عند الحالات الصعبة في العناية المركزة وفي الأقسام، في يعني نساء نفس الشيء كانوا فاقدين، اللي فقدت زوجها وعيالها وهي حالتها الصحية كمان يعني متألمة جدا جسديا ونفسيا. قبل سوريا أنا أولا تخرجت من مخيم إدارة الكوارث في قطر. بعد ما تخرجت من مخيم الكوارث أول مهمة كانت لي لبيت النداء في الهند، كانت مهمة في منطقة كيرلا بعد فيضانات كيرلا في 2018. بعدها نفس الشيء كان في استجابة سريعة وعاجلة في 2019 شهر واحد في عرسال في مخيمات السوريين اللي في عرسال. مهمتي كانت هي تقييم مبدئي أو نقدر نقول أولي للاحتياجات الأساسية، خاصة بعد الزلزال، وإن احنا نقيم كل الأضرار اللي صارت بعد الزلزال ونرفع فيها تقارير للهلال الأحمر القطري. وبنفس الوقت كنا بعد نقدم مساعدات فورية مثل سلال غذائية، بنينا مخيم في جندرس، كنا نوزع الأدوات الأساسية حق الخيمة مثل الفرش، الإسفنجات، الملاحف، سلال غذائية، سلال نظافة. ونفس الشيء كان عندنا عيادات متنقلة فيها دكاترة وفيها ممرضين، كنا كمان بنروح ندور على المخيمات ونشوف شنو يعني احتياجاتهم من الناحية الصحية.